بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأساتذة، أعزائي طلبة الدكتوراه، كل الحاضرين معنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية وباسم اللجنة الوطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ البرنامج التكوين الأولي في الطور الثالث في مؤسسات التعليم العالي، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ بدير كمال، ونشكره على حرصه ومرافقته لعمل اللجنة من أجل إرساء البرنامج التفصيلي للمواد الأفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل أعضاء لجنة الإشراف وبالخصوص السيدة مديرة التكوين في الدكتوراه الأستاذة رشيدة أبو علوش، والأستاذ محمد عبد الرؤوف زبوشي نائب مدير التكوين في الطور الثالث. كما أتوجه بالشكر إلى السادة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات الشرق والغرب والوسط، وكذا السادة رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية للمواد التعليمية، الفلسفة، الإنجليزية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ونشكرهم على عملهم الدؤوب من أجل إنجاح ووضع البرنامج قيد التنفيذ والتطبيق. إن عمل اللجنة تم على ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى تم فيها تحديد المهارات والكفاءات المستهدفة من خلال هذا البرنامج، والتي تم تحديدها في 16 مهارة، وتم تقسيم المواضيع المدرسة إلى 6 مواضيع تشمل المواد الأربعة المذكورة آنفا، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مشتركة. المرحلة الثانية تم فيها عقد اجتماعات تنسيقية بين أعضاء مكتب اللجنة لوضع خارطة عمل. تم بعدها عقد عدة اجتماعات عبر تقنية التحاضر عن بعد واجتماعات حضورية للجان البيداغوجية للمواد في جامعة الجزائر 3 وجامعة قسنطينة. انتهت هذه المرحلة بصياغة المراجع الأساسية لكل مادة. هذه المراجع تم تحريرها حسب المنهجية العلمية، حيث تم التطرق في كل مرجع لأهمية التكوين في المادة، الأهداف العلمية، الأهداف التنموية، طبيعة التكوين، محاضرات، ورشات، ملتقيات، تكوين حضوري أو تكوين عن بعد إلى آخره، تكوين المكونين، وفي الأخير المصادر والمراجع المعتمدة في كل مادة. وتم تحرير هذه المراجع باللغات الثلاث: اللغة الوطنية، الإنجليزية والفرنسية. وقد تم توزيع هذه المراجع على مؤسسات التعليم العالي. المرحلة الثالثة من عمل اللجنة تمثل في عقد اجتماعات دورية مكثفة لكل أعضاء لجنة بيداغوجية لكل مادة مع الندوات الجهوية الثلاث للجامعات، وكانت بحضور لجنة الإشراف الوطنية ونواب مدراء الجامعات أو المراكز الجامعية أو المدارس العليا المكلفين بالطور الثالث، وممثلي المواد لكل مؤسسة، وكذا المكونين لكل مادة، وذلك من أجل شرح كيفية تطبيق وتنفيذ البرنامج التكويني الأولي على أرض الميدان، والإجابة عن مختلف التساؤلات التي تم طرحها من طرف الأساتذة ونواب مدراء الجامعات. وإننا اليوم وبعد الافتتاح الرسمي للسنة التكوينية الدكتورالية من طرف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيبدأ عمل اللجان المحلية التي يرأسها نواب مدراء الجامعات للطور الثالث، بالإضافة إلى ممثلي المواد، ستقوم بعملها لوضع البرنامج حيز التنفيذ بالتنسيق مع لجان التكوين في الدكتوراه. وفي الأخير نتمنى للجميع أساتذة وطلبة سنة دكتورالية ملؤها النشاط والحيوية والاكتساب المعرفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.